بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثانية إن شاء الله هناخد بعض المصطلحات الأساسية في البيم، وبعد كده هنتكلم باستفاضة على موضوع التمبليت، إزاي نعمل تمبليت وإزاي أقدر أطور التمبليت بتاعي. ماشي، النهاردة أول حاجة اللي هي البيم ورك فلو، اللي هو سر العمل بنمذجة معلومات البناء. إيه الأنشطة الأساسية اللي إحنا لازم ننفذها، وإيه النشاط اللي لما يخلص النشاط التاني يبدأ، بواب اتخاذ القرار دي يعني اللي انا اقول ان النشاط ده خلاص تم، فاقدر انقل على النشاط اللي بعده، وايه الحاجة اللي هتسلم من النشاط ده للنشاط اللي بعديه، وايه هي الاجراءات اللي لازم تخلص، وايه الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية اللي عندي اللي لازم اعملها. الكلام ده كله من قاموس بتاع الدكتور بلال سكر، وانا كنت من الفريق اللي ترجمناه للعربي. تمام، ده شكل البيم ورك فلو، ايه اللي هيبقى قبل ايه وايه اللي بعد ايه، وايه النشاط الاساسيه، ومثلا امتى هسلم ايه، والحاجات اللي هتسلم ديت هتبقى بان امتداد، والامتداد دوت ايه اللي اكد لي ان الحاجه دي سليمه. تمام، دي كل شركه بتعمل الحاجه الخاصه بيها. البيم امبلمنتيشن، اللي هو هنطبق ازاي البيم في الشركه، ايه الانشطه اللي لازم اخدها في الاعتبار، هل هطبق البيم مره واحده وده مش بالسليم لان انت كده ممكن هتوقف الشغل شويه، ولا ممكن اعمل بيم يونت. تمام، ولا ممكن يعني ايه الحاجه، كل شركه طبعا ليها الحاجات الخاصه بتاعتها، وممكن مثلا نستخدم برنامج فتره وبعد كده بعمل حسابنا ان بعد الفتره دي نستخدم برنامج تاني. فبيبقى في بعد دراسه الشركه ودراسه الافراد ودراسه كل حاجه بنبدا نعمل البيم امبلمنتيشن بطريقه سليمه وبطريقه علميه. وعندنا 3 مراحل: جاهزيه نمذجه معلومات البناء، قدره نمذجه معلومات البناء، نضج نمذجه عمليات البناء. بيم امبلمنتيشن استراتيجي دي خطه مكتوبه، بنقول هنطبق ازاي نمذجه معلومات البناء، وايه العمليات والبروتوكولات والاكواد اللي هنشتغل بيها، وازاي هتبقى الخطه التدريب هتبقى ماشيه ازاي. بيم مانجمنت بلان، خطه اداره نمذجه المعلومات، وثيقه رسميه بنستخدمها ازاي هنسلم مشروع نمذجه معلومات البناء. ودي طبعا الخطه دي بتبقى عامه بينا وبين الناس اللي شغالين معانا في المشروع، بيبقى فيها البي ام بي، البلان لتطبيق البيم هنطبقه ازاي، ايه المعايير النمذجه، ايه القوانين النمذجه، ايه البروتوكولات تبادل البيانات، ايه يعني مثلا لو انا شغال بكذا برنامج ازاي هنقدر ادي للبرنامج التاني، وازاي اودي للشركه التانيه. مثلا انا مثلا شركه ام اي بي بس، فعايز اخد من شركه الارتكشر وفي نفس الوقت عايز برضو اديه الموديل، هم شغالين ببرنامج وانا شغال ببرنامج تاني خالص، فازاي ايه هداله عن طريق اني امتداد، وهداله ازاي وازاي اقدر ان انا اديله الحاجات ابديت على طول. بيم ماتيوريتي اللي هي النضج نمذجه معلومات البناء. دكتور بلال من الناس اللي هي مهتميه بتقييم الاشخاص والشركات والمشاريع، فهو حاطط جدول يعني ازاي اقدر احكم على الشركه او احكم على الفرد او احكم على المؤسسه او المشروع، ووصل لحد فين، وازاي نعمل تحسين للحاجه ديت. يعني لو اكتشفنا ان هو لا ده الموديل بتاعه في مشاكل، طب ازاي احسن الجوده، وازاي نقدر نطلعها كويسه. الكوماند داتا انفايرمنت، ودي اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الاولى، ده مثلا احنا شغالين مثلا معماري وانشاء كهروميكانيكال، ف ابدا انا اخلص شغلي في فولدر معين محدش بيشوفه غيري، لما يوصل مستوى كويس ابدا احطه في الفولدر اللي هو اللي الناس اللي شغاله معايا في الشركه بتشوفه، بحيث نبدا نعمل تبادل للشغل. فهما برضو بيحطوا نفس الشغل بتاعهم. تمام، بحيث مثلا ممكن اكون رسمت باب وهمسحه تاني ولسه بفكر، فمحدش يشوف الشخبطه بتاعتي، بخليه في الفولدر بتاعي، وممكن كل يوم اروح حاطه في الفولدر للناس اللي هشتغل عليه لان هما معايا في قلب الشركه. وبعد كده اقدر بعد الشغل بتاعنا ما يخلص ونتاكد وعايزين نبعته للناس، بحطه في فولدر تاني بحيث ده اللي هيتبعت للناس. وكل فترة باخد
اركايف او ارشيف للشغل دوت في فولدر، بحيث كل لو انا مثلا حبيت اعرف الشغل ده وصل كده ازاي اقدر ارجع للارشيف دوت، اللي هو بيتاخد مثلا كل ممكن كل اسبوع او كل شهر حسب حجم المشروع. ليفل اوف ديفلوبمنت او ليفل اوف ديتيل اللي هو مستوى تقدم المشروع، او انا هسلم المشروع للملك كل قد ايه، ودرجة التفصيل بتاعتي. يعني مثلا هو طلب مني مبنى، فمش هخلص المبنى كله وابعته له، ده انا ببعت له مثلا ايه، اقول له ان انا هبعت لك تصميم عام تمام من غير تفاصيل في يوم في شهر يناير تمام. لو انت متفق معايا خلاص يبقى في شهر فبراير هبعت لك حاجة تفصيل اكتر. لو في اختلاف قول لي ايه اللي عايز تصلح، بحيث ان انا اخد بالي في درجة التفصيل اكتر. بيبقى عندي ال او دي مثلا 100 و200 300 400 500. اول حاجه اللي هو ال 100 ده مجرد بس ايه، ملحوظات عامه او مثلا كلام عام من غير تفاصيل، شكل المبنى لو في مثلا اعمده بتبقى ما بقولكش قيس، ما بنخشش في التفاصيل تمام. بعد كده كل شويه ببدا احط تفاصيل، ببدا احط معلومات، ببدا احط دايمنشن وهكذا لحد ما نسلمه المبنى كامل متكامل. موديل فاليديشن اللي هو بتحقق من النموذج، بيبقى عندي تشيك ليست بتاكد ان النموذج سليم، مفيش تلف في البيانات، المتوافق مع المواصفات المحدده، مفيش بيانات ضاعت. الحاجات دي ما بعملهاش في اخر المشروع، لو عملتها في اخر المشروع هلاقي مصايب سودة. فالاحسن ان انا ابدا كل اسبوع كده ابدا اشوف الموديل بتاعي اخباره ايه، بعمل عليه تشيك، لو لقيته كويس بكمل، لو لقيت في مشكله بحلها قبل ما المشكله دي تكبر تمام. دي بعض المصطلحات البسيطة. تعالى بقى نشوف دلوقتي ازاي نعمل التمبليت. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ازاي نعمل تمبليت. ايه هو التمبليت؟ هو ملف فاضي مفهوش اي حاجة خالص غير اعدادات مظبوطة، وكل الشغل اللي انت هتحتاجه يبقى يكون جاهز. يعني خلينا نتكلم على الاوتوكيد بعيد عن برامج البيم، خلينا نمسك الاوتوكيد. ملف الاوتوكاد اكون مظبط الايراد بتاعتي اللي انا هحتاجها، مظبط البلوكات الاساسيه اللي انا بشتغل بيها، بيكون لوحه العمل فاضيه تمام. بس لما اقول له انسرت بلوك تلاقي البلوكات موجوده وجاهزه في قلب في قلب التمبليت تمام. يعني ما افتحش بلاقي حيطان وشبابيك وحاجات زي كده تمام، بس بيبقى فيه الاعدادات مظبوطه، بحيث مش كل شويه كل ما ارسم دايمنشن الاقي دايمنشن صغير فاقعد اظبطه، لا يبقى عندي الحاجات الاساسيه موجودة وما يكونش في حاجة ملهاش لازمة موجودة تمام. يعني لو في أي حاجة مثلا ليارات أنا مش محتاجها ألغيها، ممكن الليارات متسميها صح على الأسامي اللي أنا محتاجها. فلو كل حاجة مظبوطة أبدأ أنطلق أنا بقى، أبدأ خلاص أبدأ الشغل بتاعي. طيب نبدأ نشوف، هنبدأ نشتغل على برنامج من برامج البيم هو الريفيت، بس الكلام بتاعنا هو ينفع يطبق على اي برنامج تاني. بس اساس ايه، اقرب لكم صوره، انا كنت هفتح الاوتوكاد واوريكم التمبليت بيتعمل ازاي، بس قلنا نخلي الريفت لان هو منتشر. بس مش معنى كده ان هو البرنامج الوحيد او احسن برنامج، لا، في برامج تانية قويه وبرامج محترمه، وكل واحد بيشوف ايه البرنامج الانسب ليه واشتغل بيه تمام. طيب خلينا نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده اهو المشروع. طيب التمبليت معناه ايه؟ معناها ان انا هعمل مشروع جديد، فبقول له نيو. ده التمبليت اللي موجود عندي تمام. ينفع اضيف حاجه هنا؟ يعني ينفع ازود كذا تمبليت تاني؟ اه ينفع. منين؟ باجي هنا اقول له اوبشن، هلاقي هنا في فايل لوكيشن ادي اهي التمبليت. ممكن اقول له زائد زود لي تمبليت تاني وادور على تمبليت ولكم مثلا دوت، واقول له اوبن تمام. ممكن يكون الشركه كلها معماري وانشائي وكهرومكانيك كانوا شغالين في نفس التمبليت، فبظبط كله في ملف واحد. ممكن يكون انا عامل تمبليت للفيلل وتمبليت مثلا لحاجه تانية للعماير مثلا، اعمل ده واحد وده واحد. ممكن يكون عامل تمبليت للمعماري كذا كذا نوع، ف يعني التمبليت تقسيم التمبليت دي خاصه بالشركه، كل شركه ليها نظام وكل شركه ليها سيستم فتبدا تشتغل بيه. بما ان احنا فتحنا الاوبشن الديفولت باص دوت اللي هو بيتعمل الباك اب بتاعك، فانت حاول ما تخلوش على السي، يعني قول له براوس واختار حاجه غير السي وليكن مثلا الاف مثلا، وتقول له تعمل فولدر وتسمي الفولدر ده مثلا ده ريفت باك اب
بالشكل دوت مثلا وتقول له اوبن، تمام خلاص، يبقى هو ده المسار بتاعك اللي هيعمل فيه الباك اب بتاعك، تمام. لان انت لو خليته سي هيبدأ يتملي على الاخر، ولو حصل مشكلة هتلاقي الباك اب بتاعك طار، فده كده الافضل. اوكي ماشي، ادي اهو التمبليت اللي احنا ضفناه ظهر معانا هنا، ولما اقول له نيو هلاقيه برضه ظهر معايا هنا، تمام. طب لو انا عايز حاجه غير دول بقول له براوس وادور على التمبليت اللي انا عايزه، تمام، يعني انا مش محكوم بدول، ممكن اجيب اي تمبليت، ماشي. طب لو انا قلت له ران، انا عايز مشروع جديد وما فيهوش اي تمبليت خالص، وقلت له اوكي، اول حاجه سالني قال لي ايه، قال لي هتشتغل بالامبريال ولا بالمتريك، الوحدات القياس، هقول له متريك. بس هو ده الفكره، ان انت لو بدات من غير تمبليت هتعاني كتير جدا، كل شويه تختار حاجه هتلاقيها ناقصه فاضطر تقعد تظبطها. يعني لو انت جيت قلت له انا عايز سيكشن، تمام، فين علامه السيكشن؟ مش موجوده، فهقول له دي طيب هحاول اضيفها، تمام، ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش، فهتلاقي نفسك دخلت في متاهه وكل شويه عمال اظبط حاجه، تلاقيها مثلا دي نان. طب الكيل اوت هيد الراس بتاعنا ده اجيبه منين؟ اضطر اتحمل الفاميلي. طب وعلى ايه؟ ما نبدا بتمبليت مظبوط واوفر على نفسي وقت كتير قوي. لو انا مثلا برسم حائط، تمام، الكورس ده من اوله لاخره مش خاص بقسم معين، لا هو معماري وانشائي وكهروميكانيكال، ممكن تلاقيني في جزء مثلا ركزت على الانشائي، وجزء تاني ركزت على المعماري، وجزء تاني ركزت على الام اي بي، مجرد بس يعني في بعض الحاجات بتعمل لخبطه فبشرحها، بس هو في المجمل لكل الاقسام. لو انت عايز تبعته لاي حد من اي قسم مفيش اي مشكله، الكورس مجاني وزي ما انت عايز، تمام. هقول له هنا مثلا الوول، هلاقي هي وول واحده. طب انا عايز ارسم واحده حيطه 200 وحيطه 250 وحيطه 300، يبقى تعمل ايديت طيب وتعمل الاقسام دي كلها. طيب هاجي ارسم مثلا ام اي بي، فبقول له مثلا ارسم لي دي مثلا على ارتفاع 1500 مثلا، تمام. تيجي ترسم، تيجي ترسم كوع ما تلاقيش كوع مش موجود، او كوع مش هو اللي احنا بنستخدمه، تمام، فتضطر ان انت تقعد ترسم تاني. سيستم دكت ده ارتفاع 1500، فما ما فيش كائن اصلا ان هو يرسمها، ومظبط على الاوفل، ما فيش حد بيرسم بالدكت الاوفل، فتلاقي نفسك دخلت في متاهه. طب على ايه المتاهه؟ انا ابدا بتمبليت مظبوط، تقول له بلومنج فيكتشر يقول لك ما فيش، طب سبرينكلر ما فيش، تمام، هو ملف فاضي خالص ما فيهوش بس غير السيستم او الحاجات الاساسيه. فانت الافضل والصح ان انت تبدا بتمبليت، لو انت بدات من غير تمبليت هتلاقي الوقت بقى خد معاك كتير قوي. طيب ال ما هتبدا من الصفر، يعني هفتح ملف فاضي خالص وحوله تمبليت، لا هتتعب قوي، تعب كتير جدا، يعني محدش بيعمل كده. ممكن تختار اي تمبليت من دول وتظبطه على التمبليت اللي انت عايزه على اعدادات الشركه وتشتغل بمشروع. لو انت اشتغلت بمشروع هتلاقي نفسك عملت اعدادات كتيرة جدا هتفيدك، تمام. طيب لو انا عايز عندي مشروع عايز احوله في تمبليت، تعال نفتح مثلا مشروع زي دوت، ده مشروع جاي مع الريفت، عايز اعمل شوية اعدادات بحيث يتحول الى تمبليت. طيب التمبليت بداية كل الصور دي خاصة بمشروع محدد، فده مش هيبقى في تمبليت، تمام، الغي، تمام، الغي السكادول دوت. السكادول هيبقى موجود، يعني السكادولات موجوده هيت، تمام. السكادولات يعني ايه؟ جداول اول ما بشتغل هي بتبدا تملي نفسها بالمعلومات، تمام. فانا لو لغيت كل الشغل الجداول دي اوتوماتيك هتبقى فاضيه، فانا عايزها فاضيه، يعني المفروض التمبليت بتاعي الجدول ده يبقى فاضي، تمام. طيب انا ممكن اجي هنا في 3D عشان ما اقعدش اخد وقت في ان انا افتح دور دور واقول له الغي كل العناصر ديت، تمام. وبعد كده هاجي هنا مثلا في ليفل واحد اقول له الغي لي كله ما عدا الاليفيشن ديليت، تمام، المشروع كده بقى فاضي خالص. الغي دول، الحاجات اللي هي خاصة بالمشروع دوت هي اللي الغيها، الحاجات اللي هي بتاعت الشغل هي اللي بخليها، الحاجات اللي هي الاعدادات، تمام. هنا هنا في تحديد،
تمام، ايه الغيات. المهم ان انا افضي الملف بتاعي وبعد كده بقول له فايل سيف از بروجكت، تمام، وادي له اي اسم انا عايزه، اسيفه مثلا على الديسكتوب، هقول له اوبشن هنا ده اقصى حد الباك اب، يعني يعمل لك كام باك اب. كلمه ان انا اخليه سنترال مش هينفع لان انا مش عامل ورك سيت، لو عملت ورك سيت يبقى مش هينفع تمبليت. التمبليت بتاعه ايه؟ انا عندي المشروع ار في تي. طيب التمبليت فايل سيف اس تمبليت، ار تي اي، تمام، ده الامتداد بتاع التمبليت، فبقول له سيف، يبقى انا كده عملت التمبليت. بقفل بعد كده المشروع، لما بقول له نيو اقول له براوس، اروح على الديسكتوب الاقي التمبليت موجود اهو شغال، تمام. طيب ممكن انا ابدا بتمبليت معقول، سواء اركتشر او ميكانيكال او ستراكشر كله ما فيش اي مشكله خالص. اقول له انا عايز ابدا اعمل تمبليت اركتشر، اوكي، ما سالنيش على وحدات القياس اليونت لانها كده كده موجوده معايا، تمام، موجوده في قلب التمبليت، انا مظبط اليونت خلاص. طيب هو اول ما فتح لي موجود في ايه؟ موجود بس في الاليفيشن دوت، تمام، لان اي مبنى بحتاج الـ يمين شمال ابقى شايف المبنى من كل جهه. طيب دلوقتي ايه اكتر حاجه انا هستخدمها عشان اعمل التمبليت؟ اكتر حاجه المانجمنت، مانج ليه؟ دي الاعدادات الخاصه بالمشروع، تمام. فهنا هتلاقي 80% من الشغل بتاعي موجود هنا، شويه بقى هظبط شويه في حاجات بسيطه كده في الانوتيت، اظبط بعض الاعدادات اختصارات، اظبط حاجات كده يعني، بس هو الاغلب احنا شغلنا في المانج، تمام. تعالى ندخل مثلا اول حاجه في الماتيريال. طول ما انا شغال كل شويه الاقي في ماتيريال ناقصه وبتاع، لا انا ببقى مظبط الماتيريال بتاعتي هنا، لو في ماتيريال مش مظبوطه ابدا اظبطها، لو انا محتاج اعمل دبليكيت بقول له دبليكيت وابدا اظبط الماتيريال بتاعتي. مثلا انا سملت مثلا المونيوم ار دي انا محتاجها مثلا، ببدا اظبط بقى اللون بتاعها هيبقى ايه، تمام. ممكن اقول له خلي اللون زي ما هو موجود في الرندر، اقول له مثلا الباترن بتاعي انا هشتغل بالاني حاجه في السيرفيس لما اكون مش قاطع فيها انا شايفه افك عليه، تمام. اللون بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ طب لو انا قاطع فيه واخد سيكشن مثلا جواه هيبقى شكله عامل ازاي؟ كولر هيبقى عامل ازاي؟ دي الاعدادات الاساسيه اللي انا هبقى محتاجها في المشروع. الابيرنس هيبقى شكله ازاي؟ التنت بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ الفيزيكال السيرمال، ابدا اشوف الاعدادات ديت اظبطها على الحاجه اللي انا عايزها، تمام، لو في اي حاجه انا عايز اغيرها في الماتيريال. طيب بعد ما بظبط الماتيريال بدخل على الاوبجكت ستايل. ايه الاوبجكت ستايل؟ ده اعدادات الطباعه لما لكل المشروع لكل الفيوهات، تمام. يعني انا لو عملت مثلا اوبجكت ستايل هنا وقلت له انا عايز المشروع دوت يبقى العمود بتاعي يبقى كذا، تمام، يبقى مثلا الطول بتاعه مثلا باربعه، القط بتاعي مثلا بخمسه، تمام. الكلام ده هيتنفذ عليه؟ هيتنفذ على المشروع كله، تمام، الا لو في فيو واخد استثناء. يعني لو في فيو دخلت قلت له ظبط لي من الفي في ظبط لي ان الالوان كذا كذا، خلاص يبقى الفيو ده هياخد الالوان دي مش هياخد الالوان بتاعت الاوبجكت ستايل. يعني زي ما بقول ايه، كل الموظفين اللي عندي هياخدوا مكافاه 3 ايام ما عدا محمود هياخد مكافاه 10 ايام، تمام. يبقى محمود هياخد 3 ايام ولا 10 ايام؟ لا هياخد 10 ايام لان هو واخد حاجه استثناء، تمام. فالاستثناء ده بيبقى على الشخص دوت وما بيبقاش واخد الكلام بتاع الناس كلها. طيب لو خدنا مثلا الاير تيرمينال بلاقي البروجيكشن بتاعه مثلا بواحد، لا ده انا شغال تكييف متوسط خليها مثلا 4، الواحد ده الخفيف خالص، وكل ما بتتقل لحد 16 بتلاقي اللون بقى سميك قوي، يعني 16 ده ما ينفعش يتطبع الا لو في خط واحد بس، اللوحه كلها ما ينفعش خط واحد، عامل فن سريالي خط واحد كده في المشروع ده بقى اديله خط 16، تمام. كات ملوش كات، اللاين كولر بتبدا تديله مثلا لون مثلا زي كده حسب الشركه بتاعتك، السوليد اللاين باترن هتديله ان لاين باترن، يعني الخطوط بتاعته تبقى خط واحد ولا خط ونقطه، خط ونقطتين، الحاجات دي كلها نبدا نعدل فيها من اديشن سيتنج.
الماتيريال هتديله انهي ماتيريال، تبدأ تشوف ايه الماتيريال اللي مناسبة ليه وهكذا. طيب خلينا مثلا نمسك حاجة مثلا زي الول، ممكن اقول له خليها مثلا 5 مثلا تقيلة. والدور عندي دور مثلا هديها له، هخلي الدور مثلا بأزرق. تمام. طيب في عندي موديل اوبجكت وانوتيشن اوبجكت. الموديل اوبجكت دي الحاجات اللي بتبان في القطاع والسكشن والبلان وال3 دي وكل حاجه. انوتيشن اوبجكت بتبان بس في الفيو اللي انت بتحطه فيه، يعني انا حطيته في الفيو دوت يبقى خلاص مش هيبان غير في الفيو دوت. تمام. خليني اقول له الكالر الدور تاج مثلا بأزرق، او الاصل ان هو كان اسود بس انا خليته ازرق. طيب اقول له بعد كده ارسم لي وول وحط لي عليها باب. تمام اهي. حط لي تاج بقى تي جي اهو ازرق. طيب لو انا عملت سيلكت بره الكتابه اللي جوه دوت مش واخده اللون الازرق لان ده جزء من الفاميلي، فبدخل هنا ايديت فاميلي بقول له الكتابه ديت ايديت تايب، ده انا عايزها اللون بتاعها يكون لون ازرق. اوكي هعملها لي في المشروع نو. يبقى كده التاج كله بقى ازرق. ماشي. طيب لو رجعنا تاني للمانج اوبجكت ستايل، بعد كده بلاقي الاناليتيك موديل اوبجكت. لو انت عايز تعمل تحليل اشياء وحاجات زي كده بتبدا تدي له الالوان اللي انت عايزها. لو انت بادئ من غير تمبليت هتلاقي كل دول واحد وكلهم اسود وخلاص، حاجات افتراضيه خالص، فهتتعب على ما تبدا تديها الالوان ديت. الامبورت ده اللي هي حاجات الكاد او السكتش اب او الحاجات اللي هي جايه من بره، فلسه المشروع فاضي فمفيش لوحه كاد موجوده هنا، بس لو موجوده تقدر تديها الالوان انت عايزها. ممكن اجي من هنا، دي الحاجة لو انا عندي فاميلي جواها اوتوكاد تاخد الوان ايه فتبدأ تديها اللون اللي انت عايزه. تمام. طيب بعد كده بندخل مثلا في حاجة زي السناب. السناب ده اللي هو التجاذب، لو انت بترسم خط وقابل خط تاني يبدأ يكمل عليه. الاوبجكت سناب بتاعتك مثلا عندي اند بوينت اختصارها اس اي، هل انت عايز تفعلها ولا مش عايزها؟ نفس الحاجات اللي كانت موجوده في الاوتوكاد. هنا بيقول لي لو انت مثلا بترسم دايمنشن يعمل تجاذب على قد ايه. خلي بالك لو احنا بنعمل اخد كده كوبي من دوت وابدا اعمل، شايف هو اوتوماتيك بيرسم ده دايمنشن مؤقت تمبوراري، فبقول له اقفله لي. طيب لو انا معلم على ده وبدات اشغل بالاسهم بيتغير كل 100 صح؟ طيب لو انا عملت زوم اللي بيتغير كل 10. تمام. لو عملت زوم كده هتلاقي المقاس الماس بتاع الزوم بيختلف. فمن السنابس تقدر تقول له انا عايز 1,125 5. طب ممكن تزود حاجة تانية، ممكن تخليها 50، تقدر تحدد تعمل التجازة كل قد ايه. طيب بعد كده البروجكت انفورميشن اللي هو عبارة عن ايه، معلومات المشروع. تمام. في حاجات تبقى ثابته مثلا اسم المنظمه مثلا القناع الاسود. الوصف بتاعها سرقة عم دهب. الاسم المبنى طبعا بيختلف من مشروع لمشروع، بس ممكن نحط حاجه مؤقته الخزنه. المالك اللي بعد كده، الحاجات دي هي اللي بتطلع في الباندا فلازم اكون كاتبها مظبوطة. لو كتبتها مرة واحدة بتظهر بعد كده معاك على طول في الباندا. ماشي. اعدادات الانرجي سيتنج، المبنى ده هيبقى نوعه ايه عشان لما نيجي نعمل حساب تكييف ولا حاجة اقول له مثلا ده هيبقى نعتبره ايه، الخزنة نعتبرها ايه، نعتبرها مثلا مكتبة مثلا او اوفيس او اي حاجة. تمام. اي حاجة، احنا لسه مش عارفين المبنى ده هيبقى عبارة عن ايه. طيب اعمل مد كده. اللوكيشن بتاعك فين، فبتدخل هنا على اللوكيشن. دي مثلا عامل ده كان من اظن كان منين، كان من اسكتلندا وجي قعد في امريكا، فالخزنة موجودة في امريكا. تمام. ممكن تختار الامريكا او ممكن تختار الديفولت سيتي وتكتب اسم المدينة زي ما انت عايز.
الويزر اول ما تختار اسم المدينة هو بيعدل لك درجات الحرارة الدراي والويت وكل حاجة، بحيث ان انت تقدر تشتغل بيها على طول. عايز تغير شيل العلامة دي وابدأ اكتب اللي انت عايزه. تمام، السايت شوف انت عايز تاخد انهي سايت. تمام، طيب بعد كده الليفل الجراوند بتاعك على اساس يحسب الظل ويحسب انا هيبقى في البدروم وكده، بتحدد له الليفل بتاعك او الجراوند بتاعك فين. وبعد كده الاكسبورت كاتيجوري، هل انت عايز تعمل اكسبورت كروم ولا سبيس. بتوع الام بي على طول بيختاروا السبيس، المعماري الانسب ليه الروم. الاكسبورت هيبقى عايز تعمل حاجه سيمبل ولا كومبلكس. انت عايز تعمل انكلود ثيرمال بروبرتيز، عايز ادخلها معاك في المشروع ولا لا. البروجكت فيس، احنا هنعمل فيس جديده خالص ولا المشروع ده موجود قبل كده وانا بس بعمل شويه تعديل او هضيف عليه. الانرجي مود، هتشتغل بالعناصر الحوائط والحاجات دي ولا الكونسول ماس. بيبقى احنا مثلا عاملين شكل خارجي للمبنى، هو ده اللي انا عايز اعمل عليه الاناليز. الاناليتيك سبيس ريزوليوشن قد ايه. هنا بقى بشوف اعدادات الحسابات بتاعتك، يعني مثلا الماس اكستيريور وول هتحسبها بأي طريقة، هتعتبره ايه. فبتبدأ تختار مثلا هاي ماس كونستراكشن. طب الروف، عشان لما يجي يعمل حسابات بتاعت الحرارة وكده يبقى عارف النوع الفلور اللي عندك ونوع الروف ونوع السلاب ونوع الاوبننج والشاد والحاجات دي كلها بتبدأ تحسبها. مثلا لو عندي اوبننج هشغل بني حاجة، لو عندي شيد اختار ايه الانسب ليا. العموم يعني ممكن يكون مبنى 80% منه حاجة و20 منه في المية حاجة تانية، فانا بختار الحاجة اللي هي ايه 80%. تمام، المبنى بتاعك بيشتغل 24 ساعة في ال7 أيام ولا 24 ساعة في 5 أيام في يومين أجازة، ولا بيشتغل كام ساعة في اليوم؟ 12 ساعة. النظام التكييف اللي انت هتشتغل بيه، هل هتشتغل بالفي اي في ولا باي فان كويل، زي ما انت عايز تختار الحاجة الأنسب ليك أو الحاجة البابليك أغلب المشروع عليها. الأوت دور، هل انت تحسب الأوت دور اير بالشخص ولا بالاريا. تبدأ تشوف ايه الأنسب ليك وتختار اوكي. اوكي تمام، دي الإعدادات الخاصة بالبروجكت بروبرتس. دلوقتي هنتكلم على البروجكت برامتر. ايه البرامتر؟ البرامتر يعني محددات، يعني ممكن يكون عندي مثلا برامتر للطول والعرض بتاع الباب مثلا، او في خاصية معينة عايز اكتبها، معلومة معينة عايز اكتبها للحيطة مثلا او للفيو او للشيتات هتساعدني في التنظيم، او معلومة دي هحتاجها بعد كده. فانا بدخل البروجكت برامتر، بيقول لي انت عايز تضيف برامتر جديد اد. لما البروجكت برامتر يعني برامتر خاص بالمشروع ده بس مش هيظهر في الاسكادولات، هيظهر في الاسكادولات بس مش هيظهر في التاجات. يعني لو جيت تعمل تاج مش هيظهر فيه. شيلد برامتر بيظهر في الاسكادولات وبيظهر في التاجات، ده بيبقى ملف خارجي. تمام، ملف تكست عادي بيبقى فيه المعلومات وفيه البرامتر والخصائص بتاعتها. طيب انا اقول له دلوقتي انا عايز بروجكت برامتر وهسميه مثلا AR underscore وول. تمام، بيقول لي انت عايزه تايب ولا انستنس. تايب يبقى كل الانواع هتاخد نفس المعلومه، انستنس يبقى كل نوع او كل حيطه هيبقى ليها المعلومه الخاصه بيها. تمام، يعني انا دلوقتي مثلا عندي الاربع انواع نوعهم 200 ملي، يبقى لو خليتها تايب يبقى كلهم هياخدوا نفس القيمه، انما لو خليتها انستنس يبقى ممكن الباب الحيطه دي مثلا يكون ليها فينش مختلف عن اللي قبليها، مختلف عن اللي بعديها، الخاصيه دي هتختلف من حيطه لحيطه. طيب هنا بقول له كومن، يعني حاجات عامه زي الطول والعرض والكتابات وحاجات عامه. ممكن بعد كده اقول له لا ده استراكشر، فيجيب لي حاجات خاصه بالاستراكشر، الفورس، الماس، الفيلوسيتي، الانرجي. ممكن اقول له لا ده انا عايز اتشفاك، حاجه خاصه بالتكييف، الدنسيتي، الباور، البريشر، الفيلوستي، الاير فلو. ممكن اقول له لا ده انا عايز بايبنج، فيجيب لي الحاجات نوع البارامتر الخاص بيها، مثلا السلوب، الفوليوم، الفيلوستي، الفلو. اقول له انا عايز انرجي، فهيجيب لي الحاجات الخاصه بالانرجي. فانا هقول له ده كومن، ده تكست، واحطه في الجروب اللي هو بتاع التكست، واخترت ان هو انستنس.
باجي هنا بيقول لي البارامتر ده انت عايز يظهر في ايه، ممكن اختار ان هو يظهر مع كذا حاجة، مثلا يظهر مع الوول ويظهر مع الدور مثلا على سبيل المثال. اوكي تمام اي ار. طيب لما اقف على الحتة ديت الاقي ان فعلا في بارامتر ظهر لي اي ار وول، ممكن اكتب فيه اي قيمة. القيمة ديت ممكن مثلا تكون انا محتاجها تظهر في الاسكادولات او محتاجها معلومة هتفيدني بعد كده ان شاء الله. تمام طيب ده البروجكت بارامتر. بعد كده البروجكت يونت دي الوحدات. اول حاجة بلاقيها كومن اللي هي الحاجات العادية زي اللينس، الطول، الاريا، الفوليوم، الانجل، السلوب. هنا الوحدات زي مثلا ممكن تختار شغالين مثلا بايه، بالدولار مثلا او حاجه زي كده. تمام الماس هتتحسب بايه، فلو احنا اخترنا مثلا الاطوال هقول له مثلا احنا شغالين هنا مثلا بالمليمتر او بالمتر او بالانش. وبعد كده طب لما اجي اقرب لاقرب 10 ولا اقرب 100 ولا اقرب 0.1 0.2 زي ما انا عايز. طيب بعد ما اكتب الرقم اليونت الرمز بتاعه هيبقى ايه، مثلا مليمتر، ولا انت مش عايز رمز خالص. تمام حسب النظام بتاع الشركة عامل ازاي. نفس الكلام في الاريا، هل اشتغل بالسكوير متر ولا بسكوير فيت ولا بسكوير انش، وبالتقريب هيبقى عامل ازاي، واليونت هتبقى ازاي، عايز الرمز يظهر ولا لا. الاستراكشر مثلا الفورس هتشتغل بالكيلو نيوتن ولا هتشتغل بالكيبس ولا هتشتغل بالبوندس، تبقى تختار الوحدات بتاعتك كلهم نفس الفكرة. الاتشفاك ممكن تقول مثلا الباور عندي مثلا بالوات، لا ده انا هشتغل مثلا بالكيلو وات. طب انا مش عايز الرمز دوت، انا عايز اعمل تقريب. الباور عندي مثلا البريشر، هل هشتغل بالباسكال ولا هشتغل بالبارس، ولا يعني انت تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تشتغل بيها وحدات القياس. وهنا هو ما بيجبركش ان انت مثلا تختار متر فيبقى كله بالمتر او كله بالامبريال، لا انت بتبدا تختار ممكن بعض الوحدات كده وبعض الوحدات كده. يعني ممكن الاطوال مثلا بالمليمتر بس مقاس الضغط يبقى بحاجه تانية، مثلا الضغط سايز هو اللي هيبقى بالسكوير مثلا او بالفيت زي ما انت عايز، زي ما نظام الشركه شغال عليه. تبدا تختار الوحدات اللي هتقيس بيها، فتقدر تتنوع من الاختيارات، والحاجات دي بتعملها مره واحده بس في التبليت وبعد كده بتشتغل عليها. شورت بارامتر ده ملف تكست بيبقى موجود، فبس بحدد هو موجود فين عندي على الهارد. تمام في حاجه مهمه اسمها ترانسفير بروجكت ستاندرد. دلوقتي لو انت في بعض الاعدادات كويسه جدا موجوده في مشروع تمام وعايز تستوردها تحطها هنا، طب اعمل ايه؟ اول حاجه افتح المشروع دوت، اقول له فايل افتح لي المشروع مثلا اللي هو ار ام اي. تمام وارجع للمشروع الاصلي بتاعي. تمام واقول له بروجكت ترانسفير بروجكت ستاندرد، واقول له تشيك نان، وابدا اختار ايه الحاجات اللي انا عايز استوردها من هناك. يعني ممكن يكون مثلا الانواع مثلا بتاعت الفيو تمبليت انا عايزها مثلا، اقول له اوكي. تمام بيقول لي في بعض الاسامي موجوده عندك هنا، ده بتعملها اوفر رايت وتاخد المعلومات الجديده ولا تاخد ولا تاخد بس الانواع الجديده بس. فبقول له اللي مش موجوده عندي خدها، او اقول له اوفر رايت الاعدادات اللي هناك هي اللي صح، فلو في حاجتين بنفس الاسم خد اللي هناك اللي موجوده هناك الاصح. تمام فانت بتشوف ايه الحاجه اللي انت محتاجها. اوكي طيب بعد كده بلاقي بيرش انيوزد. بيرش انيوز دوت من الاوامر الخطره جدا في الريفت، محدش يستخدمها غير بحرص شديد. فبقول له بيرش، بقول له تشيك نان، اول حاجه بعملها تشيك نان، لان لو قلت له تشيك اول وبدات اعمل هتلاقي مثلا في انواع كتيره من السلالم هم كلهم طاروا الا اللي انت بتستخدمه، فما تلاقيش ولا نوع من انواع السلالم. في انواع ممكن تكون هتحتاجها بعد كده، انت لسه في اول مشروع وفي حاجات ممكن تستخدم بيرج اول تشيك اول ديت لما تكون ده ملف عملت له ديتاتش وما بقاش موجود عندك على السيرفر، موجود على جنب، هتبعته للشركه ثانيه عشان تبدا تاخد منه المعلومات. فساعتها بقول له بيرج عشان المساحه تقل، وكده كده الحاجات اللي ما استخدمتهاش مش محتاجها، لان هو هناك المفروض بيبص على الموديل مش بيعمل موديل جديد. تمام فانا اقول له تشيك نان وابدا ابص ايه الحاجات اللي انا مش محتاجها. خلينا مثلا نبص على انواع التكست.
انواع تكست. مثلا انا مش هستخدم 7 ده خالص ولا هستخدم مثلا ده خالص، ساعتها ممكن اقول له اوكي، يبقى الانواع دي اللي انا ما استخدمتهاش بس محتاجها بعد كده، دي انا واثق ان انا مش هستخدمها، فبقول له اوكي وابدا اشيلها. تمام. او مثلا لقينا في الالفيشن دخلنا هنا نوع واحد، يبقى مش هينفع اشيله. تمام. الا لو انا واثق ان انا مش هحتاجه، ان عندي انواع تانية استخدمتها، ممكن مثلا ده انا مش محتاجه في الارو هيد وده مش محتاجه، بحدد الحاجات اللي انا مش محتاجها واقول له اوكي خلاص، يبقى الحاجات دي هتختفي المشروع وهتخلي المشروع خفيف. انا عندي هدف ان المشروع يبقى خفيف، يعني طول ما انا شغال لو في فاميلي انا مش هستخدمها بشيلها، لو هي مش مستخدمه في المشروع بشيلها، لو هي في التمبليت بحس انها مش ملهاش لازمه بشيلها. ببدا اشوف كده عندي انواع كتيره، اه طب الانواع دي كلها هستخدمها، اه خلاص خليها، في نوع مش هستخدمه خلاص شيله. تمام. بعد كده ندخل على الاستراكشر سيتنج، الاعدادات بتاعت الاستراكشر، تبدا تشوف ايه الاعدادات اللي انت هتشتغل عليها، كل واحد ليه اعدادات خاصه بيه، الكولوم مثلا عايزها طوله قد ايه، البريس قد ايه، البيم اند ثراس، اللود كيس، لو انت عايز تضيف لود كيس جديد بتبدا تضيفه وتدي له النمبر بتاعه وتقول له مثلا ده هيبقى ديد ولا هيبقى لايف ولا ويند ولا ايه، الانواع الاساسيه بتاعتك هتبدا تضيفها. طيب ندخل على الميكانيكال سيتنج. تمام. طيب الميكانيكال سيتنج في بعض الاداه هي موجوده في البايب سيتنج برضو، فهنشرحها سريعا. ده مثلا درو ام اي بي هيد لاين، يعني لو عندي ضغطين فوق بعض في واحد اعلى وواحد اسفل، الجزء الاسفل اللي مشترك دوت ده يظهر ولا ما يظهرش؟ يعني لو احنا رسمنا مثلا دي تي ضغطين اهو، خلينا مثلا نقول له ده على 1500. طيب خليني اقول له هنا الفيو ده معماري فخليه مثلا ميكانيكال. تمام. طيب وهاجي هنا اقول له خلي ده فاين بحيث يظهر بالشكل ده، واقول له دي تي تاني على ارتفاع 2000 بالشكل ده. بص اللي انا بتكلم عليه اللي هو الجزء ده، الجزء اللي تحت بيظهر مختفي عشان يعرفني فين اللي فوق وفين اللي تحت. طيب عايز ادخل على ميكانيكال سيتنج ام اس. تمام. لو انا شلت دي وقلت له اوكي هتظهر بالشكل دوت. طيب ام اس فانت هنظهرها مثلا حسب ما انت عايز، يعني دي حاجات مش اجباريه، هو اللي ما كانش اداني اختيارات، انت اللاين ستايل بتاعك هيبقى سميك ولا متقطع ولا وايد، ايه نوع الخط بتاعك، الفجوه الداخليه اللي هي الحته ديت من هنا لحد بدايه التقطيع هتبقى قد ايه، الاوتسايد الحته من هنا لهنا قد ايه، السنجل لاين لو انا عندي الخطوط سنجل لاين هتبقى في فجوة ولا لأ؟ يعني لو قلت له اوكي تمام، ده الجزء الداخلي وده الجزء الخارجي. طيب لو قلت له ده كوارس اللي هو بيبقى سنجل لاين، الجزء ده الفجوة دي انت عايزها تبقى قد ايه، تلاقي نفسك في الطباعة مثلا محتاج ان انت تغير فيها فبتبدأ تغير. يوز انوتيت سكيل فور سنجل لاين، لو انت بتستخدم فيتنج لسنجل لاين عايزها كل ما تغير السايز تتغير معاك ولا هي تبقى ثابتة الحجم بتاعها، دكت فيتنج انوتيشن سايز هيبقى قد ايه، الرموز بقى لو انت بتكتب ضغط عايز قبلها كلمة وبعدها كلمة ولا مش عايز، الزوايا عايز ان هو يرسم اي زاوية مطلق ولا لا، يبقى مجبر مثلا ان هو يشتغل بالزوايا ديت، ممكن تقول له انا عايز سبيشال زاوية مخصصة. لو انت رسمت حاجة في التكييف بيديني ان انا ارسم حاجة مؤقتة ضغط بلس هولدر، طيب الضغط بلس هولدر ده لما اجي احوله لضغط حقيقي يتحول لايه؟ فانا اقول له ممكن لا انا هشتغل ريكتانجل مثلا، مش هشتغل راوند، وخلي لما يتحول يبقى على ارتفاع كذا. تمام. وكل سيستم يبقى ليه الاعداد بتاعته. تمام. دي مقاسات السايز، ممكن تعمل سايز جديد، تلغي سايز في الاوفال برضو، في الراوند، في دي اطارات الحسابات، نفس الكلام ده موجود في البايب فمش هنكرره تاني، لان احنا مش بنشرح لا معماري ولا انشاء ولا كهروميكانيكال، احنا بس ايه بنمر مرور الكروم كده. تمام. الالكتريكال ممكن تجيبها من مانجمنت او تجيبها من هنا، نفس الفكره بتاعت الهيدن لاين. الجنرال الاعدادات مثلا لو فيس اي هيبقى ايه، لو فيس بي هيبقى ايه، ممكن يكون في رموز مخصصه انت عايز تستخدمها، الزوايا بتاعتك، الوايرنج. تمام. الكيبل تري سيتنج، الاعدادات بتاعت الكيبل تري سيتنج، هل هتستخدم الانوتيشن سكيل ولا لا،
الرايز دروب هيبقى شكله ايه ومقاسه قد ايه زي ما انت عايز، تمام. السايز بتاعتك لو انت عايز تضيف اي سايز لعدادات الكهرباء، الكوندت سيتنج، اللود كالكوليشن، هتبدأ تشوف الليد جاسفيكيشن هيبقى عامل ازاي في الشباك، في اللايتنج، في الموتور، البانل سكادوال، الاسبير ليبل هتستخدم تكتب انا قيمة، ممكن بدل الاس بي مثلا هتخليها مثلا اس بي بس، تمام. اديشنال سيتنج دي الاعدادات الخاصة مثلا بالفيل باترن، بالكلاود تاج، بالراويد. خلينا نبدأ واحدة واحدة. في الباترن لو انت هتعمل باترن عايز يبقى شكله ازاي، دي الاشكال اللي موجودة، تمام. ممكن انت عايز تضيف حاجة مثلا، ممكن شكل الخشب مثلا عايز تضيف واحد جديد، فبتقول له نيو وتقول له ده مثلا وول او وود 3، وده هيبقى الزاوية بتاعته مثلا 14 مثلا، المسافة بينهم مثلا 5، ممكن تخليهم كروس 5 في 5 بالشكل دوت، تمام. ده من ضمن الاشكال اللي ممكن تحطها، تمام. عايز اورينت وفيو كيب ريدابل، اوكي. لو في اي حاجة انت عايز تشيلها بتقول له ديليت، عايز تعملها دبليكيت وتعدل فيها، كل الحاجات ديت تقدر تعدل فيها. دي هتحتاجها لما تكون هترسم باترن فتكون الاشكال دي موجودة عندك، تمام. فبدل ما كل شوية تلاقي حاجة ناقصة وتعملها تبقى دي الحاجات موجودة، ماشي. طيب يجي بعد كده ايه، يجي بعد كده الماتيريال اسيست. دي بتبقى وانت شغال في الماتيريال بتنسب للماتيريال اسيست، فبتبدأ تجهز لو في حاجة مثلا عايز تعديل او عايز تثبيت، تقول مثلا دي عايز منها دبليكيت، عايز منها نوعين، تمام. عايز في بعض الخصائص عايز تعدلها تعمل لها دبليكيت. بعد كده الاناتيك ديسبلاي ستايل، لو عايز يبقى عندك ستايل جديد تبدأ تشوف ايه النوع اللي انت عايزه، اوكي، اللون اللي انت تشتغل عليه، الشيت ايشيو دي وانت شغال بتعمل الشيتات، فبيبقى مكتوب مثلا بدل ما تقعد تكتبها مانوال، لا بنعملها برامتر بتشتغل على طول، فهو بيقرا من هنا، فبتكتب له التاريخ، بتكتب له ان هتشتغل مثلا بأن نظام، بالنمرك ولا بالالفاباتيك الحروف. لو انت عايز اصدار جديد يعني هطلعنا مثلا مره اس دي، هنطلع المره الجايه دي 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 مثلا، ده طلع خلاص المره فاتت، فبتقول له خلاص اسم اللي اشتغل عليه issued by، عايزها تظهر فين، في الكلاود انت تاج ولا كلاود بس، عايزها للمشروع كله يبقى كل اللي هتكتب هنا هيتعمل في كله، ولا بير شيت يبقى كل شيت هيبقى منفصل عن نفسه، تمام. لو انت هتشغل نمرك تقدر تقول له انا عايز ابدا الترتيب مثلا من رقم كذا، لو عايز قبل ما اكتب الرقم دوت يبقى في مثلا كلمه ايه اللي مثلا مسافه 1، طب والفاباتيك دي الحروف اللي ابجديه هتشتغل بيها ولا عايز حروف تانية، ياخد الاي بي سي، لا ده انا ممكن اكتبها بالحروف العربي، ممكن تخلي في كلمه قبليها وكلمه بعديها بريفكس وسيفكس. كل الاعداد دي بظبطها في التمبليت بحيث وانا شغال ما اضطرش ان انا اقف. اللاين ستايل دي اللاين ستايل الموجودة عندي، لو انت ترسم لاين بيقول لك اختار من القائمه ديت، ممكن تقول له انا عايز لاين جديد واسميه مثلا كيو، الكيو ده عايز سمكو مثلا 6 6، هي اقصى حاجة عندي 16، وعايز اللون بتاعه مثلا يبقى باللون دوت، اوكي اوكي ترسم لاين دي وتبدأ تختار بقى من هنا نوع الخط بتاعك كيو مثلا، يطلع معاك بالشكل دوت، تمام. نرجع لكلمة مانيش، هقول له هنا اللاين ويت دي لما تيجي اخترت مثلا انت السمك مثلا المرة اللي فاتت كان 5، لو في 1 و10 هيبقى بالنسبة لما كنت شغال في الاوتوكاد هيساوي 1، لو انت شغال 1 ل20 بالنسبة للاوتوكاد هيبقى 0.7، تمام. ما بحبش نلعب في القائمة دي مجرد بس بنبقى عارفينها، تمام. اللاين باترن اللي انت عايز الخط مثلا يبقى متقطع بأي طريقة، ممكن اقول له خليهم كلهم قطعة واحدة، يعني لو انا خدت مثلا الخط مثلا قلت له نيو وقلت له انا عندي الخط دوت هو داش، يبقى خلاص كده خلصت، يبقى هو خط واحد، تمام. الفاليو بتاعه مثلا 20 وبتسميه مثلا الاسم اللي انت عايزه، بيقول لي حدد المسافة قد ايه، ممكن تقول له مثلا سبيس 10، يبقى هو كده هياخد 20 وبعد كده يفرغ 10 وبعد كده 20، اوكي تمام. تعال شوف دوت معمول ازاي.
ده داش وبعد كده المسافة وبعد كده سبيس، داش مسافة سبيس، ممكن تقول له دوت، يبقى نقطة ومسافة، نقطة ومسافة وهكذا. تمام. طيب قال لي انا اقول له كانسل الهافتون اند اندرلي. لو انت مثلا عايز تشغل مثلا السوكت بتاعك 4، طب هتستخدم بأني باترن؟ طيب درجة السطوح هتبقى عايزها دارك ولا عايزها لايت؟ تمام. فبتبدأ تحدد الخصائص ديت. ممكن تيجي بقى في السون سيتنج اللي هي بتيجي من هنا، تقول له مثلا لو انا هشتغل وقت محدد، تمام، فالافتراضي بتاعي الديفولت بتاعي، تمام، اللوكيشن بتاعه كذا، الديت بتاعي هيبقى مثلا يوم 1/1/2017، التايم كذا. طب لو انت هتشتغل يوم كامل يبقى من الساعة كام للساعة كام؟ طب لو هتشتغل اكتر من يوم الافتراضي بتاعه هيبقى من كام لكام؟ دي الاعدادات اللي انت ممكن تحطها في التمبليت. كيل اوت تاج، لما بتيجي تعمل كيل اوت من فيو، طيب انت ده مثلا الشكل ده مش عاجبك، فممكن تيجي هنا من مانج وتقول له انا عايز اتحكم في كل اوت تاج، فيقول لك طب انت عايز اني كل اوت؟ لو انت عندك اكتر من فاميلي بتروح مختار الفاميلي اللي انت عايزها، الريديوس اللي هي الحناقه اللي هي ديت انت عايزها قد ايه، انا عايزها مثلا 1، تقول له اوكي تبقى بالشكل دوت. فدي بتخلي الشكل اللي انت متعود عليه يظهر معاك اوتوماتيك. الاليفيشن تاج، هل انت ده الديفولت بتاعك اللي هو الشكل دوت؟ ممكن اقول له لا انا عايزها نمبر. تمام. الالفيشن اظن هنلاقيه في اني فيو. تمام. ممكن انت مثلا مش عايز الالفيشن بالشكل دوت، فتبدا تدخل تعدل فيه هنا، يتعدل في كل حاجه تتعمل بعد كده. تمام. بالشكل دوت، بدل ما تيجي مثلا ممكن تعدل واحده واحده، ان انت تيجي هنا وتعدل فيهم، وممكن تعمل له دوبليكيت. تمام. يبقى عندك كذا نوع. فهنا مانج بتبدا تتحكم في كل الانواع، تبدا تقول له النوع دوت يبقى الخصيص بتاعته كذا، والنوع ده يبقى الخصيص بتاعته كذا. تمام. يعني مثلا ممكن اقول له النوع دوت اللي هو 10 دوت، انا عايزه لما حد يختار 10 يشتغل بدوت بالفيلد ارو. تمام. السكشن بوكس، السكشن تاج، لما تيجي ترسم هترسم بأني سكشن، الهيد بتاعه هيبقى أني واحد، هتبدأ تختار مثلا من هنا. السكشن تايل هتختاره بقى من هنا، تبدأ تختار البروكن سكشن، لو انت عملت سكشن كده 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 في بروكن هتبقى شكله عامل ازاي، هتبقى جرابت ولا كونتينيوس. الراو هيد اللي هي لو انت بتعمل كتابة وفيها الراو، فمثلا لو الراو 30 ديجري، انت عايز يبقى قد ايه؟ تقول مثلا انا عايز استخدم اني واحد بالعادي، مثلا ممكن ناخد الراو دوت ونخليها 30 ونخليها 3. طب تعالى نجرب نرسم تكست ونشوفها. انوتيت، اقول له تكست، اقول له انا عايز اختار مثلا التاج دوت، واعمل تاج اهوت واكتب اي كلام. ماشي. طيب هو بقى بيتكلم على التاج دوت. لو انت جيت هنا واخترت التاج اللي هو التاج ارو دوت، انا اخترت دوت الراوت 30 ديجري، بعد ما اخترته فوجئت ان مش هو ده اللي انا عايزه. تمام. طيب اعمل ايه؟ اجي هنا من مانج واقول له انا عايز الراو هيد 30 ديجري يبقى بالشكل دوت، وابدا اقول له مثلا انا عايز فلتك، وعايز الراو كلوزت، وعايزه مثلا يبقى بدل السايز ده خليه مثلا 5، واقول له اوكي يبقى بالشكل دوت. ده الشكل مثلا اللي انا مستريح نفسيا مثلا يعني. تمام. تبدأ تظبط الراو هيد. التمبوراري دايمنشن اللي هو لو انا عملت سيلكت على اي عنصر كده، مجرد ان انا دوست ظهر لي تمبوراري دايمنشن. طب انا عايز اتحكم فيه. تمام. ده هنبدأ نتحكم فيه من هنا. طيب لو انا عايز اخليه ثابت بثبته من هنا، لو انا عايز اخليه يتقفل بحيث ان ما يتغيرش بقفله من هنا، ده برضه نفس الفكرة. طيب انا عايز اول ما يظهر يبقى ليه شكل مميز، فبقول له تمبوراري دايمنشن، بختار انا بقى بقول له تمبوراري خده من السنتر متاخدوش من الفيس. يعني لو انا عندي مثلا حيطه خده من السنتر بتاع الحيطه، ولو عندي دور او ويندو خده من السنتر بتاع الدور، ما تاخدوش من الاوبننج، ما تاخدوش من حدودها. الديتيل ليفل دلوقتي مثلا لو انا بقى عملت قلت له اعمل لي فيو جديد، والفيو دوت 1/500 يبقى هيبقى كوارث، الطبيعي بتاع كوارث. لو هو
واحد ل 100 او واحد لمثلا 10 او 20 هيبقى ميديم، تمام؟ دي الافتراضيه بتاعته. بعد كده الاسمبلي كود ده بتبقى مثلا عايز تكتب معلومات معينه على الحيطه او كده، فبيبقى في ملف تكست فيه كل المعلومات. دلوقتي هنظبط الفيو تمبليت. ايه الفيو تمبليت؟ لو انا عندي كذا فيو، ممكن يكون عندي مثلا 100 فيو، فيو فيهم عايز اغير الاعداد بتاعته والتعديل ده يظهر عندهم كلهم، فباجي هنا بعلم عليهم كلهم واقول دول خليهم كلهم مثلا الفيو تمبليت دوت اللي هو الاركتشر بلين، تمام؟ اوكي، يبقى انا كده اول ما اعدل هتعدل في كله، تمام؟ وما دام عليه علامه صح يبقى اي تعديل هنا هياثر في كله. لو انا مش عايز التعديل ده هيأثر فيهم كلهم، اشيل من عليه علامة الصح، تمام؟ واقول له اوكي. فبعد كده لو جيت في اي فيو قلت له في هتلاقي كله مقفول، تمام؟ وده مقفول وده مقفول، الوحيد اللي شغال واحد ل 100 لان انا ما حطيتش عليه علامة صح، تمام؟ فخلينا نخش بقى، عايزين نظبط كل فيو تمبليت مرة واحدة، فهاجي من فيو واقول له فيو تمبليت. هل في فيو تمبليت هنا مش محتاجه؟ مثلا انا مش محتاج الكهرباء، تمام؟ ممكن يكون انا محتاج كهرباء بس هلغي كله سيب الكهرباء، فاللي محتاجه هسيبه واللي مش محتاجه هلغيه. هاجي هنا مثلا ده البلامنج، هدخل فيه البلامنج مثلا مش عايزه يظبط بالفيو رينج. الفيو رينج مثلا فين الفيو رينج؟ الرندر الفيو رينج طيب لو انا مثلا مش عايز مثلا الباك جراوند هشيلها، الحاجه اللي انا مش محتاجها هشيل من عليها علامه الصح، تمام؟ طيب بعد كده بدخل بقى في الاعداد دي، الاعداد دي هي نفس اعداد الفي في، بس هنا لما بتحصل بتاثر على كل الفيوهات مره واحده. فاقول له مثلا ده بلامينج، طب يبقى انا مش عايز الاير تيرمينال، مش عايز مثلا الدور مثلا على سبيل المثال، مش عايز حاجات كهرباء الكتريكال. ببدا اظبط الفيو تمبليت زي اللي انا متعود عليه. طيب انا عايز اللاين زي ما هو موجود عندي في المانج، خلاص يبقى هسيبه. لو انا عايز اعدل فيه في الاوبجكت ستايل، ممكن ادخل هنا اقول مثلا دي بايب، كل الباب دول انا عايز اديهم حاجه خاصه، يعني هديهم الوان خاصه بيا، خاصه بالفيو تمبليت دوت، تمام؟ وليكن هكذا. اوكي. وبرضه الانوتيشن بديله الاعدادات الخاصه بالفيو تمبليت دوت، بحيث اي بلامنج خد ال 3 دي بلامنج فيو يتاثر بالحاجات دي كلها. بالاناليتيك ممكن مش محتاجين الاناليتيك. امبورت لو انا مدخل حاجه اوتوكاد تبقى الاعداد بتاعتها ازاي. الفلاتر اظبط الفلاتر هنا مره واحده. ايه موضوع الفلاتر دوت؟ موضوع الفلاتر ده سواء في الفي في او في الفيو تمبليت بديله فلتر، بقول له في خاصيه معينه تديها له معين، يعني بقول له اد، بقول له اديت نيو، بقول له اعمل لي حاجه جديده وممكن مثلا نسميها كولد ووتر، تمام؟ اوكي. كولد ووتر دوت هيأثر على ايه؟ هيأثر على البايب، تمام؟ ممكن اخليه يأثر على البايب بس او على الفيتنج بس او عليهم كلهم، يعني الحاجات دي انا ببدا اختار. طيب افلتر بايه؟ ممكن مثلا بالسيستم نيم مثلا، اقول له لو السيستم نيم بيساوي كذا اعمل كذا، او بالسيستم تايب دومستيك كولد ووتر. يبقى هيعمل ايه؟ اول ما يلاقي بايب واخده سيستم تايب بتاعها بيساوي دومستيك كولد ووتر يديها اللون اللي احنا هنختاره. فبدوس كده واختار كولد ووتر وادي له مثلا لون ازرق، تمام؟ الحاجات دي زي ما بقول الحاجات دي كلها بتبقى متظبطه في التمبليت، تمام؟ بحيث وانا شغال تلاقي الالوان بدات تبقى ازرق احمر اخضر زي ما انا محددها، السمك بتاع الحاجه، بحيث وانا شغال كلها ما بقعدش اضيع وقتي في التظبيطات دي، التظبيطات كلها بتظهر جاهزه، تمام؟ طيب بعد كده ممكن ايه اللي نظبطه بعد ما نظبط الفيو تمبليت ويبقى شغال، ولو في حاجه زياده لازم اشيلها عشان ما يلخبطنيش. والكلام ده مش في ريفت بس، الكلام ده في اي برنامج، بس احنا قلنا نضرب مثال بالريفت بس. لو انت شغلت مثلا على اي برنامج اركيكاد، اشتغلت على اي برنامج في الدنيا وعايز تعمل، بتبدا تشوف الاعداد بتاعته وتظبطها، تمام؟ طيب خلينا نظبط حاجه كمان برضو، الاسكادولات. يعني ايه اسكادول؟ يعني جدول حصر، تمام؟ لو انا مثلا رجعت الحاجات اللي احنا كنا لغيناها الوول مثلا، قلت له اسكادول، اسكادول الاصل في الاسكادول في التمبليت ان هو فاضي لان انا ما عنديش شغل خالص، تمام؟ فاقول له مثلا وول، اوكي،
دي دول انا سايبهم كده بس كمثال، بس المفروض ما دام تمبليت الغيهم يعني، وانا بقفل التمبليت بقى بلغي الحاجات دي كلها. بيقول لي ايه الخصائص اللي انت عايز تحطها في الفيو تمبليت؟ اقول له مثلا انا عايز الفاميلي او السيستم، طيب نيم، طيب مارك، طيب اللينس بتاعي قد ايه، الارتفاع بتاعي، يعني بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت محتاجها في السكادول بتاعك. تمام، ممكن نحط حتى الاي ار واللي احنا كنا عملناه قبل كده، البيس كونسترينت، بعد كده ده الجدول، وبعد كده تعمل فلتر لو انت عايز تخصص الجدول، يعني ممكن تقول له انا عايز بس التايب مارك بتاعها بيساوي كذا وتدي له تايب مارك، ده بتعمل زي فلتر الحاجات بس اللي انت عايزها والباقي بتشيله. السورتنج ترتيب، ممكن تقول له مثلا رتبهم لي باللينس الاكبر وبعد كده الاصغر. التمايز ده بيخلي كل حته لوحديها. تمام، الفورماتنج تبدا تشوف هل مثلا عايز تكتب كلمه بدل الكلمه دي، او عايز تخليها هورزونتال، عايز تخليها ليفت، عايز تعملها هيدن، عايز تخليهم يجمعهم زي ما انت عايز. اوكي تمام، فبتعمل لي السكادول. الاصل في السكادول ان دول مش موجودين، ان السكادول كده فاضي، بتبدا شغل وتشتغل، بتفاجئ ان السكادول بتاعك اتملى بالشغل اللي انت عملته. تمام، لان ده هي دي قوه البيم. تمام، يبقى احنا خدنا كده الفيو تمبليت، وخدنا اللي ازاي اعمل سكادول. ممكن الليجند بتكتب، يعني المفروض ان انت عندك الحاجات بتاعت الاوتوكاد بتعملها امبورت وتفجرها، بحيث يبقى عندك كل الليجند موجود جاهز، بحيث تبدا تحطه في الفيوهات والشيتات بتاعتك. تمام، يعني بتبدا تقول له مثلا انا هبدا غالبا مش هغلب كلمه انوتيشن، بس عايز احط ديتيل لاين، فبتبدا ترسم الديتيل لاين اللي انت عايزها. تمام، بتبدا تكتب تكست الانوتيت، تمام، عايز تحط مثلا شكل فاميلي مثلا ليجند كومبوننت، تبدا تحطها، تقول له مثلا عايز الفاميلي بالشكل دوت، والفيو بتاعها مثلا اللي هو هنا اهو، فبتبدا تحط الشكل الفاميلي اللي موجود في المشروع، تختار الشكل الفاميلي اهيت. تمام، تقول له مثلا لا ده انا عايز اشوفها مثلا في الفلور بلان هتبقى عامله ازاي، طب في الثري دي هتبقى عامله ازاي، طب في الرايت هتبقى عامله ازاي. بتبدا تحط الفاميلي بتاعتك، وده بيبقى الليجند بتاعك اللي هتحطه في الشيت. طيب خلصنا، نروح داخلين على الشيتات، اقول له نيو شيت، في شيت موجود جاهز. تمام، الشيت عباره عن ايه؟ هو مجرد زي ما انت شايف فيه مستطيلين مرسومين واشكال مرسومه، فممكن تيجي برده هنا ممكن تعمله من اول وجديد، او تيجي هنا تعمل تعديلات، تقول مثلا ده انا محتاج الشيت نيم ده مثلا يبقى تحت مثلا شويه، عايز اشيل البروجكت نيم مثلا او الكلاينت نيم مش عايزه، ديت عايز اغير فيها. انت ممكن تدخل اللي اوت بتاعك وتبدا تعدل فيه، دول ممكن مثلا انا عايز انزلهم تحت، المقاس ده عايز اغير فيه. التعديلات اللي انت عايز تقدر تعملها تعملها، او ممكن تعمل ديليت تمام خالص، وتقول له انسرت، وتروح قايل له امبورت كاد، وتروح مدخل اللي اوت بتاعك وتفجره. تمام، بعد ما تعمل له امبورت وتبدا تعدل فيه بحيث ان هو يبقى يناسب شغلك او يناسب المشروع الريفت اللي انت شغال عليه. تمام، بعد كده ممكن ندخل في انوتيت، نبدا نظبط الاعدادات. انا مش هاخد الانوتيت ده ان انا ارسم دايمنشن، لا ده في المشروع. طب في التمبليت، التمبليت لا ما بعملش كده خالص، في التمبليت بقول له انا عايز الدايمنشن دي، اعدادات الدايمنشن مثلا، انا عندي كذا نوع من انواع الدايمنشن، كل واحد فيهم ليه الخصائص بتاعته، هما تقريبا كلهم متشابهين. الدايمنشن هيبقى شكله عامل ازاي، مكمل ولا هيبقى بس لاين ولا اوردينيت، الليدر تايب هيبقى ارك على شكل ارك ولا على شكل لاين. تمام، الليدر تيك مارك، هل انت عايز تحدد حاجه من الحاجات دي مثلا عايزه في الاخر يبقى فيه زي مشاوره في الاخر. يعني ده شكل الدايمنشن هيبقى عامل ازاي، فببدا تقل الخط هيبقى عامل ازاي، التيك مارك بدل ما ترسم دايمنشن، لا ده مش هو ده اللي انا عايزه، ده انا عايز اعدل فيه. يعني خلينا نرسم مثلا دايمنشن مثلا من هنا لهنا، هل ده الشكل اللي انت عايزه ولا عايز تعدل فيه؟ تمام، ده الشكل اهو، ده اللي هو 2.5 مثلا. تمام، فهدخل هنا في دوت، اقول له دايمنشن، هقول له انا عايز اللينير، عايز دايمنشن اللي هو اسمه 2.5، لا ده انا عايزه مثلا يبقى سميك مثلا، وعايزه يبقى بدل ما عايزه يبقى مثلا فيلد 30، وعايزه مثلا تبدا تشوف الاعدادات اللي موجوده، مثلا عايز الكلر بتاعه مثلا يبقى بالشكل دوت،
عايز الكلام يبقى اندرلاين ايتاليك بولد ستيك سايز، عايز اكبره مثلا 5، تمام. تبدا تشوف الاعداد بتاعتك تلاقي اللون بتاعه مثلا اتغير، تمام. ممكن تدخل برضو هنا تعدله، ده الليدر، ده التكست اللي عايز الكلام اللي يظهر اكوال التكست، اوكي، تمام. ده مثال مثلا ضمن الحاجات اللي ممكن تدخل تعدل فيها، مثلا التكست هنا بيقول لي دي انواع التكست عايز تعدل فيهم، فبقول له اه مثلا لو انا اخترت 2.5 يبقى خلي دي 2.05، وخلي ده الكلر ده مثلا يبقى باللون دوت. اعدادات يعني، مجرد بظبط الاعدادات وما بكتبش حاجة هنا او بحط اي شغل هنا، مجرد بس اعدادات عشان لما ابدأ اشتغل ما اقفش، تبدأ تلاقي الموضوع بقى سهل معاك. اعتقد كده الفكرة وصلت، ايه فايدة التمبليت واحنا بنعمله ليه وازاي. المفروض في واحد بس هو اللي بيعمل التمبليت للشركة، بس لازم يتعاون مع الناس كلها، فلما يتعاون مع ناس فاهمة فكرة التمبليت ده بيسهل عليه الشغل. اليوم هما بيقولوا احنا عايزينك تزود لنا الحتة دي في التمبليت، عايزين تشيل لنا الحاجة دي من التمبليت، عايزين يبدأوا هما يقترحوا ويبدأوا الموضوع يتطور بحاجة كويسة ان شاء الله. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. في انتظار اي اقتراحات او اي اسئلة او اي حاجة تحبوها ان شاء الله نضيفها في المحاضرات اللي جاية. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وما يكونش صعبت عليكم.